صباح الخير بنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم انا غادي نمشي للدار عندي في مراكش تاع ماما سامي ولد اختي. بغيت نقول لكم صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير. نايضين مع الصباح. ست هادي قال صلى روض الصباح، ما نزلتش ديريكت لمراكش، نزلت للدار عندنا هنايا في كازا. ودابا انا غادي انا واختي وماما، يعني خالتي، وكنقولها ماما واختي، بنت خالتي ما اختي، وان شاء الله غادي نمشيو لمراكش لدارنا. هادشي مكان، المهم حنا في المحطه ديال التران دابا، سطاق القسمايل، سطاق القسمايل هادي. نركبو التران ان شاء الله وانتم معايا. يلا خليكم معنا، يلا. نزلنا لتحت، نزلنا لتحت كنتسناو، نزلنا لتحت هادي البلاصة فين غنركبو، مازال مجاش تران. كنجيو من الفوق، يعني كنا فاش صورت المره الاولانيه كنا الفوق ونزلنا باش نركبو هنايا في التران. دونك مازال التران ما وصلش وهانتوما معايا حتى ان شاء الله نكملوا مشوارنا من كازابلانكا لمراكش، من الدار البيضاء الى مراكش. غنركبو فيه وي اه هو هذا، يلا هو هذا. ماما كون بفاتش كلشي كيجري وتا حنا غادي نجريو. جامعة 6 وقف ما نورمالمون قالنا 6 10 دقائق روطار. جوجو يلا يلا غادي نجريو. غادي نوقفو تو كان ندخلو الباجاج نعاودو نرجعو. اخيرا ركبنا، اوف كان الزحام وكان خاصنا نجريو تصبح ومع ذلك الامتحان. بون هنايا انا فين جالسين ولكن الظلام تي كان نقدر ماما
الديور كيكونوا باللون الاحمر والنخيل، يعني مرصد النخيل. ممكن يكون ميبان، ممكن اخيرا احنا وصلنا محطة مراكش. الشمس خرجت. سامية جي حدا ماما، شد حدا ماما هنايا. صافي، المهم هنايا البنات احنا جينا وقفنا في التران ومازال ما دخلناش لان بعيد، كنا في بلاصه بعيده يعني في سميطه عربي عربه بعيده. دونك ندخلوا المحطه الداخل نكملوا. نشوف باش نشوفو. هادي محطة مراكش، نديرو نشوفو ناخدو ترونسبور باش نمشيو للدار. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو البنات، ونتلاقاو ان شاء الله في فلوغ واحد اخر والحياة في المغرب. يلا السلام عليكم.